هنيجي لرابع مسألة في بص باشمهندس وليد. الحقيقة البص ده مفرحني جدا، وهنا بيقول: ما هو اليعسوب؟ هو حيوان بري ولا كلب صيد ولا حشرة ولا فأر؟ أكيد طبعا العرب معظمهم هيعرفوا ايه هو اليعسوب، أتمنى المصريين كمان يعرفوا ايه هو اليعسوب. ياريت كمان لو ندور من غير ما نستنى الإجابة، هو أصلا مختار الإجابة صح، بس يعني هو ده اللي بيحصل اصلا في امتحانات الاي كيو بتاعت الانجليش، بس بيعتمدوا على الادب الانجليزي مش على الادب العربي يعني في اللغة. فبس شكرا يا باشمهندس وريد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.